أهلا بكم. ما أن أعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية أنه حان الوقت لوقف الحرب وأطلاق سراح الرهائن حتى رد الاحتلال بارتكاب مجزرة استهدفت المصلين في إحدى مدارس اللجوء في غزة، وذلك غداة إعلان الاحتلال عن عدوان كبير على خان يونس، ثم اغتال قياديا جديدا من حركة حماس في لبنان. مجازر يندى لها جبين وضمير العالم، هذا إذا بقي بعض من ضمير، لكن كل هذه الدماء لم تمنع الولايات المتحدة الأمريكية من الإفراج عن 3.5 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل، رغم مشاهد تناثر أشلاء الأطفال والنساء والعزل في مجزرة اليوم والأمس وكل يوم منذ 10 أشهر. في هذا الوقت كان العالم ينتظر ردة فعل إيران وحزب الله على اغتيال القياديين في حماس والحزب إسماعيل هنية وفؤاد شكر، وذلك فيما تستمر الاتصالات العلنية والبعيدة عن الأضواء لعدم توسيع رقعة الحرب التي يزداد خطرها. هناك جانب آخر من هذه الحرب لا يأخذ في الواقع الاهتمام الذي يستحق في الإعلام، ويتعلق بالضفة الغربية. قتلت إسرائيل حتى الآن هناك أكثر من 600 فلسطيني منذ 7 أكتوبر، وهي تنفذ أوسع عملية استيطان منذ اتفاقات أوسلو في الضفة. عن كل هذا سنتحدث الليلة مع ضيفنا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح القيادي الفلسطيني عباس زكي، الذي يحذر من مخطط خطير وغالبا ما يجدف عكس التيار حتى ولو قوبل بانتقادات رفاقه، فيطالب بوحدة الخندق والميدان. فهل تمت نهاية فعلية لهذه الحرب، وكيف؟ بالميدان أو التفاوض؟ أستاذ عباس زكي، أهلا وسهلا بك. يعني سؤالي المباشر اليوم، نبدأ بالتطورات بالذي حصل في هذه المجزرة الصباحية عند صلاة الفجر، كيف تعلق عليها؟ يعني هذه المجزرة الثالثة بعد المعمدان والمواصي، هذه حلقة من مسلسل الدم لحكومة الدم والآدام، وبالتالي يعني يجب أن نعرف تماما بأن مايكل جونسون رئيس الكونغرس الذي هلل وكبر لأكاذيب نتنياهو قال في 15/5/2024: نحتفل الليلة بأهم إنجازين حققناهما على مدار 75 عام، القضاء على النازية والقضاء على الإسلام. وبالتالي يأتي هذه المذابح في هذا الإطار والقرار من المشرعين الأمريكان، وبالتالي المعركة هي معركة يعني مختلفة عن الماضي. هاي الحكومة السادسة اللي أجت سنة 2021 في إسرائيل اسمها حكومة حسم الصراع، أي بالرؤية والفهم الصهيوني للحل، أي يريدون يعني الضفة الغربية على وجه التحديد خالية من سكانها، والتهجير هو الأساس أو القتل، وينظر إلى كل فلسطيني بأنه عدو وخطير، وأيضا كوحش يتعامل معه وليس كإنسان. وهذه سياسة معتمدة يعني حتى من قبل بايدن والآخرين لما بيقولوا من حق إسرائيل الدفاع عن نفسه. وبالتالي أنا من رأيي إنه كل شيء متوقع، لأنه لما قال أنهينا أهم إنجازين القضاء على النازية والإسلام وبدأ العصر الصهيوني، أي أنهم الآن يتصرفوا وكأنه في عصر صهيوني، هذا اللي عطلوا 7 أكتوبر. ولو انتصروا في شهرين كما كانوا ينظروا إنه أعلى مدة ممكن شهرين نصف فيها غزة، أو أسبوعين، وكان كل الناتو بايدن حتى عضو في الكابينيت لما أجلس في 18 أكتوبر على 23 لينضم إلى الحكومة، والكوبري الجوي والسلاح بما فيها حاملات الطائرات وكله، كانت هذه الهجمة يتصور أنها تنتهي في
أسبوع أسبوعين شهر شهرين. يعني هل أفهم منك يعني رغم كل الضجيج الذي تحدثه الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام وتقول أنها تضغط على نتنياهو وأنها أنبت نتنياهو، أنه كل هذا الكلام ليس صحيحا، وأنه بعد أن عاد من الكونغرس عاد متسلحا بموقف داعم وبأسلحة جديدة لكي يكمل المعركة؟ إذن كل الكلام عن تفاوض كلام غير صحيح وغير مجدي وغير واقعي. أخ سامي، هذه الآن هم يعني هذه المنطقة أو فلسطين هي التي تقرر من يحكم العالم. هل يبقى هذا النظام يكيل بمكيالين وازدواجية المعايير والذبح والقتل لهالآدميين على هذه الكرة الأرضية، أم أن يكون هناك نظام دولي جديد يأخذ بعين الاعتبار قواعد القانون الدولي، يأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان، يأخذ بعين الاعتبار قرارات الشرعية الدولية أو قرارات مجلس الأمن أو قرارات محكمة العدل أو قرارات محكمة الجنايات؟ نحن في مرحلة تغول خطير ظنا منهم أننا في حقبة صهيونية، وبالتالي اللي بيحصل الآن ليس يعني في قدرة على حس على يعني توقعه، لأنه واحد في إسرائيل هو الذي يحرك الأمور هربا من قضايا داخلية عليه. طيب ما هو المخرج الآن؟ هل استمرار القتال؟ هل استمرار القتال مثلا؟ استمرار الحرب؟ انضمام قوى أخرى لهذه المعركة؟ أو الذهاب فعلا للتفاوض كما صدر منذ أيام بخطة أمريكية مصرية قطرية؟ يعني ما هو المخرج؟ وهل نتنياهو سيقبل بالتفاوض الآن؟ لا لا لا، نتنياهو لا يقبل، هو سيرسل وفد يوم 15 بس على قواعد ثوابت نتنياهو، واللي أمامه ضعاف سواء الوسطاء أو الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه القرار لحتى هذه اللحظة أمريكي، فيش قرار. يعني جيمس بيكر لما مرة غضب على رابين ملك العسكر قال له ليس يعني أمره بشيء يعني أنه يكف عن عمل ما، قال له ليس كذا يخاطب زعماء الجنرالات المنتصرين في الحروب، قال له أوكي أنت بتعرف يو نو ماي تليفون نمبر ويل، وسكر في وجه التليفون. ودوا رابين يصير سفير عشان يرضوا أمريكا ويسدد الخطأ. لو في مثلا هلا شخصية مثل جيمس بيكر، لو في مثل يعني بوش الأب أو كذا بعطي أمر، بس الآن الولايات المتحدة بلا رئيس، وإذا في رئيس بده يجامل. مثلا كمالا هاريس حاولت يعني كامرأة أنها تنظر لجرائم غزة، فقالت وقف إطلاق النار، كلهم شيطنوها لدرجة قالت من حق إسرائيل الدفاع عن النفس. وبالتالي حينما يجري التنافس حتى لنيل يعني الكرسي على حساب الدم في الشرق الأوسط، والآن الكل بتوقع إما أن تكون استسلام فلسطيني كامل ويوزع حسب الخرائط القديمة على عدد من الدول، لأنه سموتريتش لما راح لباريس يحمل خارطة قبل 7 أكتوبر وقال يهودة وسامرة ويعني هاي إلنا ونقاء عرق وفش فيها حدا. في خطة مطروحة لحل تفاوضي وسمعتها كما سمعناها من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر، البيان المشترك يقول التالي: حان الوقت لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ودعا البيان الطرفين إلى استئناف مفاوضات يوم الخميس المقبل في الدوحة أو القاهرة، وقال إنه الاتفاق يستند إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 من أيار مايو 2024 والتي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735. وحتى القناة 12 الإسرائيلية تقول إنه أمريكا أوضحت لنتنياهو أن عليه إبرام صفقة مع حماس ولا سبب يبرر تأخيرها. كأني أفهم من كلامك إنه هذه الصفقة لن تمر وإنه نتنياهو سيستمر بعمليات الإبادة التي يقوم بها. هذه مشروطة، شوف هم شافوا إذا بده يضرب
حزب الله يرد على شكر ويرد على هنية، أو إيران كمان بدها تضرب ضربات زي ما قالوا موجعة وغير عادية، وهم بجهزوا في حالهم الآن بقولوا جبنا سلاح جديد وجبنا هاي الوقف على رؤوس أصابعهم. هذه الفترة فرضت على الكل إنه كيف نتحايل على أن لا تحدث ضربات موجعة لإسرائيل، مع إنه أعطاها كتاب مكتوب إنه من حقهم بعد الخمس أسابيع الست أسابيع أن يستأنفوا القتال. فبالتالي ما في عندك أنت وقف يعني دائم ومستدام للنار، عندك تحايل كيف يخلصوا الرهائن ثم بعد ذلك تتم المذبحة بشكل كامل، لأنه هاي حقبة هم بنظروا لها حقبة صهيونية. وأنا هون أرى أنه لا، في عوامل بتعطل هذا المشروع، نيو ميدل إيست الآن تعطل، التطبيع تعطل، الأمور تتجه نحو أنه الخطر صار على إسرائيل أكثر من الخطر على غيرها. إذن الأمور تتجه إلى تصعيد إسرائيل. أكبر حسب أفهم منك، نحن لسنا ذاهبين إلى تهدئة عمليا. لا، في معركة متدرجة. يعني مثلا أعطيني الآن قرار بأن وقف إطلاق نار مستدام، انسحاب إسرائيل مثلا من معبر رفح ثم من فيلادلفيا اللي هي يعني مصر. طيب أعطيني شيء زي هذا، أعطيني حرية الناس تشوف بعضها، حتى بدهم يطلعوا الرهائن بدون ما يروحوا، ما يكون حرية الحاجزين الرهائن في الحركة من أجل إحضارهم. يعني شوف أنت أمام يعني وحوش هم بيعتبروك وحش وبدهم يقتلوك، بيعتبروك أنت ساكن ولست مواطن، بيعتبروك أنت 75 سنة اللي أنت في العذاب والمذابح، 50 مذبحة سنة 48 يا رجل لا حساب لها. حتى مدرسة بحر البقر في مصر اللي مدرسة دمرت بكاملها يعني ما صار عليها رد. يعني أنا بقول لك الدم العربي مستباح وين ما كان أمريكا بترسل قواعد عسكرية إلى آخره. الآن هم خايفين من يعني غضب إيراني، غضب حزب الله بعد الهدهد، وبالتالي بدهم كيف يمكن إنهم يخدعوا، يعملوا خدعة، تعال بنعمل مثلا وقف إطلاق نار بس صحيح، لأنه أستاذ عباس اليوم مكتب نتنياهو الشروط التي وضعها يعني شروط شبه تعجيزية. يعني أولا لا يوجد وقف إطلاق النار دائم، يمكن أن تعود إسرائيل للحرب ساعة تشاء. ثم طرح شروطا، السيطرة على محور فيلادلفيا وعدم وجود حماس عند رفح، زيادة عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء الذين سيفرج عنهم، احتفاظ إسرائيل بالحق في اتخاذ القرار بشأن الأسرى المدرجين ضمن الفئة الإنسانية، والحق في طرد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة خارج قطاع، والعودة إلى الحرب طبعا متى تشاء. يعني عمليا هو لا يرتكب فقط مجازر، وإنما يضع شروطا تعجيزية وكأنه يريد الاستمرار بالحرب. سؤالي هنا، هل تعتقد أنه نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب حتى التغيير الأمريكي الرئاسي الأمريكي؟ لأنه تمت من يقول لو جاء ترامب فهو سيكون حليفه وسيمضي فيما أقدم عليه. هو شوف، أولا هو لا ينتظر أحد، هو أخذ القرار وهو الذي يقود الآن البيت الأبيض. يعني مرحلة حقبة صهيونية رأس السهم فيها في منطقة فيها يعني خيرات وفيها استراتيجية جغرافية، فيها يعني إلها حساب في الجغرافيا في السياسة في الأمن في كله، وخاصة إنه الصين تتقدم بشكل كبير في الخليج في السعودية في الكويت إلى آخره. الآن بدهم هم هذه المنطقة تكون منطقة محظورة، منطقة إلهم. هلأ شو اللي بيساعد على ذلك؟ إنه نتنياهو الكذاب يستطيع انه مش في الكونغرس قال انا بدي ادافع عنكم. يعني امريكا متخبيه ورا واحد مطرود من شعبه، ورا واحد في عليه مظاهرات. انا رايي الجريمه التي حدثت في غزه
هذه كارثة إنسانية. صحت شباب أمريكا وأوروبا والجامعات اللي بتودي الزعماء، اللي بتخلق زعماء مثل هارفارد ومثل كولومبيا وإلى آخره. هذه فضيحة للعالم، فضيحة لكل واحد يعني عند بعد أخلاقي أو إنساني. بالتالي الآن بدهم يغرقوا كل المنطقة بالدم عشان يخفوا الجريمة في غزة. هل أفهم منك أستاذ عباس أنه نتنياهو يتعمد الآن جر المنطقة إلى حرب أوسع وتوريط إيران وحزب الله وغيرهما؟ هم ما بتورطوا هدول التورط، اللي متورطة أمريكا، لأنه مجرد تبدأ معركة أنا أتحدى أنه يستطيعوا يضربوا لبنان على سبيل المثال، لأنها الأقرب والأكثر تأثير إذا فلتت الأمور. وبالتالي الأذى عند عليهم من لبنان أكبر بكثير من إيران وغير إيران، لكن هم بدهم يفتعلوا جملة من المعارك. يعني الآن أنا لا أريد أني أرسم خارطة، لأنه إحنا لازم نراعي بأنه في قوى ناهضة، في إمكانيات لصد هذه الأطماع. بالتالي أنا رأيي أنه رغبة نتنياهو وبايدن على وجه الخصوص، رغم أنه منتهي يعني من المعادلة سواء بلغة الجسد أو بالسياسة، ما إله طعم، لأنه اللي عنده زهايمر دايما بفكر في الماضي، وأنه اليهود مظلومين، وأنه أنا الأوان يدوسوا على العالم مقابل الهولوكوست اللي عملته ألمانيا اللي واقفة معهم الآن. فبالتالي هؤلاء فقدوا وزنهم، بتصرف الآن السيد نتنياهو. نتنياهو لو حرق الدنيا ولا يشوف حاله في السجن أو يعاقب على جرائم اقترفها في غزة، إبادة شاملة كاملة، تطهير عرقي، ذبح المؤسسات، التجويع. يا رجل أستاذ عباس لو يعني سمحت لي فقط نتوقف سريعا مع فاصل قصير، ثم أعود لسؤالك عن احتمال توسيع الحرب، ثم لو توقفت الحرب ماذا بعد الحرب؟ كيف سيكون مصير غزة والضفة والمنطقة، خصوصا أنك تعرف لبنان جيدا، عشت فيه طويلا وكنت تحمل مسؤوليات فلسطينية كبيرة هناك. الأمر الآخر أنك تعرف تماما الآن أنه الوضع قد يكون أخطر من مجرد حرب كما قلت أكثر من مرة، وهو تصفية جدية لأهل فلسطين والضفة. لحظات ونعود إليكم. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة هذه الحلقة مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والقيادي الفلسطيني العريق والعتيق عباس زكي. أستاذ عباس، يعني في القسم الأول تحدثنا عن هذه المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال اليوم، والأنكى من ذلك أنه لم يعتبر أنه هذا حصل عن طريق الخطأ، وإنما قال نحن استهدفنا من وصفهم بالإرهابيين، وقال هم يعملون داخل مركز القيادة والسيطرة التابع لحماس والموجود في مدرسة التابعين. يعني ما عاد يقول أنه الأمر خطأ، حتى لو قتل أو استشهد 100,000 شخص، يعني اليوم عندنا 1,100 شهيد تقريبا. يعني إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء، هذا مطلق اليد الآن إلو غطاء. الجرائم التي تقترف حتى في السجون ضد الغزاويات وضد الغزيين، يعني 89 واحد صفوهم بالرصاص هيك قتل في حالات كبيرة، يعني اغتصاب وإهانة وإذلال، هذه ما بتصدر عن بشر يعني، والكل بيعرف، منظمات دولية بتكتب. طيب هذول يعني ما أكم قرار مجلس أمن وجه بفيتو أمريكي يا رجل، بعدين محكمة الجنايات يعني رغم أنه سيطر عليها بس حكمت أن محكمة العدل، هلأ بده ينضم إلى كمان دول. حتى اليوم إذا لاحظت مقررة الأمم المتحدة فرانشيسكا البنازي تقول إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في مدرسة تلو مدرسة، يعني طيب ولكن تصريحات والحرب يعني مستمرة، ما الذي يعني كيف يمكن أن تنتهي هذه الحرب؟ كيف تتوقع أن تنتهي؟ يا أخ سامي،
اسمح لي، يعني أولا قضيتنا نحن الفلسطينيين قضية كونية. الآن في معسكر جديد يتشكل تحت النار اللي هو الصين وروسيا. روسيا تشعر بالحصار الآن ومتعاطفة شوي مع إيران ومتعاطفة مع القضية الفلسطينية وما غيرت موقفها. الصين بالغت إنه في عند شي جين بين عدد من المبادرات متفق عليها مع عدد من الدول، ولكن لن يطرحها إلا في ظل وحدة فلسطينية وحالة فلسطينية تسمح باستقبال أي جديد. لكن عملوا الإعلان تبع بكين، وإن شاء الله بنشوف أبو مازن طالع يوم 13 إلى موسكو، ثم سيذهب ليرد على نتنياهو من خلال البرلمان التركي، وبتكون الأمور يوم 15 يعني بكون أبو مازن موجود كمان في تركيا ليتحدث للمشرعين الأتراك واللي بتوعدوا إلى آخره. يعني في 15 شهر سيصادف أيضا اجتماع نتنياهو مع صاحبه لاتخاذ قرار بالنسبة للمفاوضات أو إرسال وفد للتفاوض. إن شاء الله إما في قطر أو في القاهرة، وأبصر شو بصير. أنا من رأيي إنه مدام قضيتنا كونية، إحنا وجودنا وصمودنا هذا من الرسول الكريم، ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من تخلى عنهم لا. أو خذلهم إلا ما أصابهم من لأواء، زي اليوم إحنا مرتجفين إلى أن يأتي أمر الله وهم كذلك. فنحن مضمون إنه في عالم دولي جديد، لأنه العالم ما عاد يطيق هذا. طيب، ولكن بانتظار أستاذ عباس بانتظار أن يتشكل كل ذلك، في أسئلة مطروحة الآن. يعني حصل اغتيال رئيس حركة حماس وفي الخارج وفي قلب إيران. حضرتك على ما أذكر، وصحح لي إذا كنت مخطئا، قلت طالما محمد ضيف بخير فنحن بخير. هل تقول الشيء نفسه اليوم عن يحيى السنوار؟ أنا قلت عليه، قلت أيقونة، حتى لما قالوا اللي بي 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 اللي بيعرف عليه بنعطيه 5 مليون، قلت واحد بطارده إسرائيل، يعني هذا فخر له. هل أرسلت له تهنئة بتعيينه رئيسا لحماس؟ وبرأيك هذا التعيين ما هي أسبابه أو ما هي أهدافه، إذا صح التعبير، تعيين السنوار القائد العسكري رئيس لحماس؟ في كلام كثير. يعني إحنا ما بنقدر، اولا هاي حركه الان تخوض حرب، وبالتالي حتى لو انت لك وجهه نظر مختلفه في اي قرار اتخذوه لا يجوز ان تظهره، لانك بتضعف جبهه المواجهه. يعني احنا مثلا في كثير ناس متضرر من حماس، لكن غلط انه يتحدث الان وهي تتصدى وتصمد امام عدوان آثم، يعني تحالف صهيو امريكي كبير. وبالتالي هذا قرارهم أخذوا، يعني قرار ما بتقدر تقول عليه أي كلام، لأنه حركة تجمع على أنها مقاومة كلها، هذا كلام سليم. فبالتالي هم عندهم قرار. النصر هو قرار، لما تعرف حالك أنه أمامك إما الشهادة أو الموت يا ناصر بتحقق. على كل حال استاذ عباس موقفك حيال حماس، حيال المقاومه المسلحه، الفصائل، يعني قلب عليك حتى قيادات من داخل فتح، وقيل انه وصلك تنبيه وما الى ذلك، صار معروف هذا الامر. انا سالتك عن يحيى السنوار، هل تعتبر انه يحيى السنوار ما قام به هو ورفاقه منذ 7 أكتوبر حتى اليوم كان امرا جيدا، بعد التدمير الكبير لغزه، بعد التهجير الكبير، بعد عمليا نزوح معظم اهل غزه، هل النتائج كانت على قدر المنتظر برايك او لا؟ لانه البعض يقول انه الخسائر اكبر بكثير من الاهداف التي وضعت. شوف انا بدي اقول لك شيء، اولا اللي بيقرا قبل، يعني في شهر 9
قبل 7 أكتوبر بتغير وضعه عن المستجد اللي بيشوف بس إنه 7 أكتوبر خدشنا كبرياء إسرائيل. اللي قبل 7 أكتوبر قالوا لنا ما إلكوا أرض، حتى سموتريتش لما قالوا له يعني بدكم تطردوا الناس لعمان قال لا، الأردن جزء من دولتنا. حتى نتنياهو بكتابه مكان بين الأمم هو يقول الأردن هو الوطن البديل بشكل صريح. لا لا لا، كمان سيبك من نتنياهو. نتنياهو راح على في شهر سبتمبر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وخطب خطابه يحمل نفس خالص إنه فيش فلسطين، وقال لهم الفلسطينيين 2% من العرب وبالتالي لا فيتو لهم. أستاذ عباس اسمح لي بالمقاطعة وعذرني، هل تعتبر أنه ما تحقق من 7 من أكتوبر حتى اليوم مهم للقضية الفلسطينية فعلا أم لا بالعكس؟ نعم لا 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 مهم، لأنه هذول أنا بقول لك لما بقول دخلنا الحقبة الصهيونية ولما بقولوا حسم الصراع بالفهم الصهيوني وما فيش فلسطينيين ولما بضربوا والله لولا الصمود لما بقي حد، لأنهم الثمانينات تاعي عقدة الثمانين إنهم بوصلوش عمرهم كإسرائيل للثمانين. بدنا نحقق هذا الحلم بإبادة شاملة كاملة للفلسطينيين. عندهم يا رجل في كتاب واحد اسمه شابيرا، هذا حاخام عمل لهم توراة الملك. توراة الملك شو بتقول؟ يحق لليهودي قتل غير اليهودي، أما الفلسطينيين فقتلهم وجوبا لأنهم يعني ينازعوننا على أرض الميعاد. يعني وعلى كل حال على كل حال في الكثير من الكتاب للأسف غربيين أكثر منهم عرب وضعوا كتبا عن التصفية المستمرة، منهم إيلان بابي، منهم نعوم شومسكي وغيرهما. أنا سألتك هل ما زلت تؤيد ما تقوم به حركة حماس حتى اليوم؟ وهل أرسلت تهنئة ليحيى السنوار؟ ما فيش عندنا هذا يعني نرسل تهنئة أو مش تهنئة. إحنا حينما يعني نرى بأنه في حركة تقاتل نحن لا نستطيع. وإحنا يا فتح لما بدأنا قلنا فكرتنا الملهمة إنه حركة فتح أقرب الطرق إلى فلسطين هو الكفاح المسلح بوعي ومعرفة طبيعة العدو. ما تغيرنا. كانت أنت شخصياً وحضرتك شخصياً على كل حال كنت مقاتلاً وسياسياً وقيادياً. سألتك عن الموقف لسبب بسيط، لأنه طيب حين يقول الرئيس محمود عباس أنه ما قامت به حماس وفر لإسرائيل المزيد من الذرائع لمهاجمة غزة، هذا الموقف في الواقع يعني نكون صريحين هو يناقض تماماً موقفك عملياً. شوف أنا ما بهمني شو مين بتناقض معي، لأن أنا مشي كل إشي. بس أنا بهمني لما أشوف رياض منصور بنع العرب وبنع الأمم المتحدة وهو تابع لأبو مازن بقول يعني إحنا لازال دبلوماسياً بخير وبلاش نفتح معارك. بس الحقيقة أن الفتحاوية اللي إحنا تربينا فيها هي أنها مدرسة ثقافة مقاومة، ولا يجوز يوماً أن تتنكر لتاريخها وأن تتهم من يقاوم بأنه يعمل حتى بالخطأ. حتى قلت أستاذ عباس زكي حتى حضرتك قلت أنه حركة فتح تقاتل عملياً وأنه نعم. وأنه نعم. هي على الأرض الآن. هل فعلاً الحركة تقاتل بالسلاح كما تفعل حماس نعم. والفصائل؟ هل غصب عن القيادة الرسمية؟ فيش واحد من القيادة الرسمية بما فيهم أنا بيقدر يسلح واحد يقول له روح قاتل. لكن هناك سبحان الله اتفجرت عنا ينابيع من الكرامة والعزة والثأر حتى للمشاهد المؤلمة وبقاتلوا، وصرنا نطلع كمان اللي بيستشهد على عربة يعني بجنازة رسمية، لأنه اللي بده يطلب الشهادة دفاعا عن شعب مظلوم، أرض مستباحة، تخلي رسمي كامل مع نهوض شعبي عارم. أنا بقول لك إنه هذه فرجت، هذه مرحلة فرز. وأعتقد بأنه الإسرائيلي يعرف بأنه نتنياهو ما يخذو إلى المجهول، وإنه هاي القضية لن تصفى بهذه الطريقة.
احنا كم مرة قالوا فتح انتهت، الا الى ان جاءت اوسلو كبلتنا بقيود فولاذية ممنوع انك تستخدم، حتى صاروا يسألوك انك بتحرض وما بتحرض. هذا كلام ما وارد اثناء احتلال بلد. حدا تقول كذا مرة عن اتفاق اوسلو انه سقط حين مات الرئيس ياسر عرفات. فقط سؤال عابر، قتل الرئيس عرفات، سمم او مات طبيعيا؟ لا سمم ياسر. احكي لك ليش محمد ضيف انا قلت مدام على رجلي ماشي. انا كنت مرة جالس قريب من ابو عمار في جلسة مع عدد من القيادة، دخل احد الضباط اداله تحية بتهز الارض، قال له ما ايش يا ابني، قال له محمد ضيف موجود بدنا امرك نجيبه. كان في امر صادر امريكي بالهاي بالضيف ك ذا موستيرزم ان ذا ويرد كان يسموه، انه هذا في ناس بقول عليه مين هذا. فبالتالي انا فهمت من ابو عمار انه كلينتون سال عليه وقال له بدي محمد ضيف. فكان ابو عمار رحمه الله بقولوا عليه الباب الدوار، بقولوا عليه كان حريص انه بطل عنده من الابطال ان يكرمه ويحميه ويخبيه. وبالتالي انا احترامي لمحمد ضيف ما شفته، لكن اللي المقاتلين في غزه قسم منهم بيعرفوا وقسم بيمشي مع التعليمات انه هذا ممنوع. ما علاقه الامر ما علاقه الامر بقتل الرئيس ياسر عرفات او بتسميمه؟ يعني برايك هو سمن بسبب مواقفه من محمد ضيف وغيره؟ لا ابو عمار مش بس قصه محمد ضيف، اولا ابو عمار عقد مع حماس يعني في غزه. انا كنت الواسطه لما كان احمد ياسين الله يرحمه في دائره الحجز، راحوا النواب بدهم يشوفوا ما شافوا، رحت انا شفته وجماعه معه ناس من السجن، ولما طلعت قال لي ابو عمار شو في، قلت اتفقنا على هيك، فجابوا في المجلس المركزي والقى خطاب. انت تدعو لوحده الخندق والميدان، دعيت عده مرات وما زلت تدعو لوحده الخندق والميدان، وانا اريد هنا ان الفت نظر الى مساله مهمه للمشاهدين وتوضح لنا اياها استاذ عباس زكي، انه الضفه الغربيه رغم كل ما يحصل فيها تبدو اقل اهتماما في وسائل الاعلام بسبب الحرب الضروس على غزه. شوف الضفة الغربية هي اللي كانت الأولوية لإسرائيل حتى في عهد رابين، كان يقول غزة ليبتلعها البحر أو تكون سنغافور، وبنجيب لها مساعدات وبنوسعها في حدود النقب وكذلك سيناء. أما الضفة الغربية فلي فيها ثوابت ثلاث: القدس عاصمة أبدية موحدة ولا يجرؤ أي رئيس وزراء على عكس ذلك، والمستوطنات الأمنية باقية والسيادة لنا ويفرضها جيش الدفاع، وبالتالي لا انسحابات جذرية من الضفة الغربية والأغوار. إذا أنت لازم تفهم هاي المعادلة، إنه الضفة الغربية بيعتبروها يهود وسامرة وأرض معاد، إذا هي اللي عليها التركيز. هلا جاءت القصة مع غزة وفوجئ الناس بهذا الصمود، وفوجئ الناس بحجم هذه الجريمة الإسرائيلية اللي حركت العالم، وبالتالي تلخبطت الأوراق. أما المقصود الآن أنا بدي أقول لك على صعيد أمني وعلى صعيد المساحات وعلى صعيد الاستيطان وعلى صعيد المي على صعيد الأمن، يجب أن لا يبقى أحد في الضفة الغربية بدءا من جنين وصولا إلى يعني أريحة. يعني إذا بتسمح لي أستاذ عباس سنتوقف أيضا دقيقة واحدة مع فاصل، سؤال سريع أريد منك جوابا عليه لو تفضلت. يعني برأيك المشروع هو تفريغ الضفة وتفريغ غزة مهما حصل؟ صح. طيب. صحيح نعم. وقالوا هلأ هذا الجسر المائي اللي حطوه طيب. الرصيف هذا من شأن تسهيل، قال لك الفلسطينيين بس يشوفوا هذا بيطلعوا. صحيح في ناس حتطلع، لكن في ناس، أنا كنت في مصر وشفت القوائم الناس اللي طالبة تدخل قبل إغلاق معبر رفح، ففوجئت إنه اللي بدهم يدخلوا أكثر. ليش؟ قال جبنا فلوس وكذا، نخلي إمنا
وخطيبتنا وأهلنا ونضل برا، شو بدنا في حياتنا؟ بدنا نموت مع أهلنا. وبالتالي هم سيجدوا في غزة يعني وفي الضفة دفاعا عن بيوتهم. الآن في الضفة الغربية صحيح ما سووش أنفاق، صحيح ما عملوا أي شيء، لكن كل واحد حيستبسل لأنه الغربة أكلتنا والمهجر صعب. وبالتالي من تجربة أن نموت باب ببيوتنا أفضل من أن نعود لاجئين عند ناس بدهم مننا فيزا كل يوم في الوقت اللي بدخل الإسرائيلي بلا فيزا. خلينا نتوقف لو سمحت لنا أستاذ عباس وهكذا تشرب قليلا من المياه ونعود إليك بعد لحظات قليلة. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، وصلت هذه الحلقة نستضيف فيها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأستاذ عباس زكي. أستاذ عباس، يعني في القسم الأول والثاني تتحدث عن مشاريع خطيرة، أن المسألة ليست مسألة ردة فعل على ما حصل في 7 أكتوبر، هو مشروع تصفية غزة والضفة الغربية وتهجير أهلهما. طيب، بالمقابل طرحت الصين حكومة الوحدة الوطنية، أشرنا إليها لماما قبل قليل، لما بعد الحرب على غزة. هل تتصور حضرتك إنه غزة يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه؟ وما هو شكل السلطة الذي يمكن أن تقوم في غزة؟ سلطة حماس، سلطة مشتركة، تبعد حماس، يأتي أناس آخرون من كل الفصائل، ما هو الشكل المتوقع لما بعد الحرب هذا إذا انتهت الحرب؟ دعنا يعني نكون واقعيين. أولاً اليوم الأخير هو الذي يقرر شو شكل التعاطي معه. إذا كان يوما إسرائيليا فلا أمل إلا المقاومة المستمرة، إن كان يوما فلسطينيا ففي قرار عند حماس وعند كل الناس الواعيين حتى رغم خلافاتهم، إنه التجربة علمتنا إنه ما بيقدر أي جهة تحتكر أو تقوم بالواجب. أنا الأوان لحياة فلسطينية مبنية على أسس من التفاهم ومن الديمقراطية ومن تقديم الأفضل، حتى يعني حتى الديمقراطية مش حتعجبنا، حنجيب الناس الأكثر أمانة وقدرة وثباتا على الموقف حتى نقدر نلحق ونغطي هذه الخسائر. بدنا وضع نموذجي اللي الناس تتعاطى معنا، مش فوضى اللي طاردة حتى للمانحين وللأصدقاء. بالتالي دعنا نقول كيف ينتهي هذا اليوم، اليوم التالي إن كان فلسطينيا لا خوف علينا، ومستقبلنا إن شاء الله بكون عظيم في الضفة وفي غزة وفي الخارج، لأن الخارج الآن أصبح جزء أصيل لأنه بحرك مسيرات وبتعاطى معنا. إن شاء الله يكون يوما فلسطينيا. هل ننتظر انتفاضة في الضفة مثلا إذا استمر الوضع على ما عليه؟ ننتظر أن تنخرط فتح بشكل واسع في القتال مثلا؟ هل يمكن أن نذهب إلى ذلك ولا لا بعد القرار الرسمي أنه دعونا ننتظر ما سيحصل في غزة؟ شوف، أعتقد القرار الرسمي بده يظل متحجر نحو أنه ما نعطيش مبرر، لكن أنا بدي أقول لك إسرائيل تجاوزت كل الرسميات عربية وفلسطينية، ويتوقف ما يجري في الضفة الغربية على حجم يعني الدور الإسرائيلي في التخريب، لأنه عندهم الآن منظمات لهافة وأمانة وتدفيع الثمن وشباب التلال وكل هذا السلاح، 150,000 قطعة سلاح الآن في إيد المشاغبين وفي إيد المستوطنين، والفوضى عندهم قائمة. وبالتالي لا تتصور أنت أنه ناس محشورين بهذا. إحنا أخذنا قرار في الفترة الأخيرة أنه نلم فتح بقدر المستطاع ونعيد الاعتبار لمرحلة عرفات اللي كان يقول ليس فتحويا من ليس وحدويا أو يسعى لتحقيق الوحدة. هل ننتظر تحركا أوسع وأشمل من أهل الضفة الغربية في المرحلة المقبلة؟
هل نتوقع تحركا معينا في الضفة يشبه الانتفاضة إذا صح التعبير بشكل أوسع مما يحصل حاليا، خصوصا إذا طالت حرب الإبادة على غزة؟ والله أنا رأيي كل شيء ممكن. يعني مين بتوقع أنه مثلا هذا اللي صاير النوء الآسف مع حزب الله في معارك، يعني كل يعني معارك كبيرة. بالحديث عن حزب الله ووحدة الساحات ودور إيران، يعني العالم كله ينتظر منذ أيام رد فعل إيران ورد فعل حزب الله، وفي وساطات يعني كما نعلم علنية وغير علنية مع طهران لعدم الانجرار إلى حرب أوسع. أول شيء دعني أسألك كخبير أيضا بالحزب، لأنه كان عندك علاقة وطيدة حين كنت في لبنان مع كل الأطراف بما فيها وخصوصا حزب الله، هل ما قدمه حتى الآن هو على قدر ما كان منتظرا منه، خصوصا أنه رفع مع إيران والأطراف الأخرى قصة وحدة الساحات، وكان البعض يطالبه لماذا لا تفتح الحرب، لماذا تساند فقط؟ يعني ما هو ما بعرف سر البداية، يعني هل كان متفق عليها أو لا. في ناس بتقول إنه أي إشي بيعرفوه اثنين بصير العالم يعرفوه، وفي خطورة أن حدا يعرف سر إشي كبير. وبالتالي هذا التعاطي هو تعاطي يعني شبه مقبول لتحريك وضع، لكن إذا ما تحرك الوضع بصير يعني في هناك يعني مش بالمستوى المطلوب. إذا ما فيش تحريك أوسع، ما فيش تعاطف أو قوى، لأنه بدأ الشد العكسي كبير الآن. الكل يتهم والكل يقول خسائر كبيرة، ضيعتوا غزة، سويتوا كذا، وناسين انه الاتحاد السوفيتي خسر 27 مليون لما هزم يعني النازية. كأني افهم يعني من كلامك انه لم يكن على قدر المستوى حتى اللحظه. بقول لك في تضحيات تقدموا، يعني مثلا من حسب معرفتي والمؤتمرات اللي بحضرها، الحزب ضحى بما يزيد على 480 من ربما تخطى 500 عنده. حتى الآن صحيح. يعني أنا بقول لك يعني بقدرش أقيم، لكن بقول الأعور بين العميان. طيب باش كاتب يعني. طيب مثلا تقييمك لدور إيران أستاذ عباس، هل إيران برأيك تريد أن فعلا تساهم في تحرير فلسطين؟ هي تدعم الفلسطينيين فعلا عن قناعة جدية، أو بالنهاية الأمر تريد أن تعيد موضعة نفسها في مفاوضات مقبلة، وهي لذلك في بعض المرات تكون حذرة في الرد، تترك الأطراف الموالية لها ترد وتتقدم أكثر؟ يعني كيف تقيم موقف إيران فعليا؟ خليني أقول لك كيف أنا دائما رؤيتي للأمور. مثلا أنا بنظر لفتح بأنها بدأت الكفاح ويجب ألا تدين بداياتها مع أي جهة أخرى. بقول إيران بقيمها لما كان الشاه شرطي أمريكا وإسرائيل في المنطقة، يعني وأجا واحد اسمه الخميني أعطانا سفارة محل إيران وأغدق علينا وتدربنا سوا. صحيح ساءت الظروف بيننا وبينهم علشان الصراع العراق، ولكن ردوا الجماعة، هم الوحيدين اللي الآن مسؤولين عن صمود غزة وأنفاق غزة وسلاح غزة. ما بتقدر تقول عن هؤلاء الناس إنهم والله إلهم أطماع خاصة فيهم. يعني من حقهم يكون لهم وجود. طيب احنا ليش نايمين يا العرب مثلا؟ انا اسمح لي ولا اريد الدخول في مهاترات ولا طبعي يعني، ولكن يعني الدول العربية تقول لك نحن موقفنا كموقف رئيس فلسطين، رئيس محمود عباس، يعني لماذا سنكون ملكيين اكثر من الملك عمليا؟ لا مين وصل فتح او وصل المنظمة إلى أن تدخل في أوسلو؟ مين؟ أليس الشح العربي 24 شهر حاربونا
سنة 93. أستاذ عباس، قلت في بداية هذا الحوار أو ربما ألمحت إلى أن الحرب يمكن أن تتوسع، هل نحن مقبلون على حرب أكبر في الشرق الأوسط الآن ولا بعد حين؟ لأنه السؤال المطروح أنه كيف ستقبل إسرائيل أو الاحتلال أن ينهي هذه الحرب، وحزب الله عنده ترسانة من السلاح كبرى، إيران تشارف على النووي، هذا إن لم يكن قد شارفت على النووي وصار عندها نووي، وأنه الحرب الكبرى الآن قد تكون أسهل من الحرب بعد 10 سنوات. هل نحن مقبلون على حرب برأيك الآن؟ العقل والمنطق أنه هذه الحرب مدمرة للجميع، لم يعد يكتوي بنارها الفلسطينيين فقط ولا العرب. ستكون إسرائيل وهي الآن في حالة يرثى لها، يعني أمريكا لما بتعطيها 3.5 مليار دولار وبتغدق عليها القنابل ذات الوزن الثقيل أو 200 رطل إلى آخره، يعني هذا أيضا بدخل في إطار أنه إسرائيل لم تعد هي الضامنة لحقوق هؤلاء الناس في المنطقة، بل أصبحت عبئا. وفي داخل إسرائيل شروخ أكثر من داخل الفلسطينيين، واللي بتحتاجه إسرائيل إحنا ما بنحتاجه من حياة والمستقبل قدامنا. أنا رأيي أنه بالإمكان الآن إدراك اللحظة، إذا صار للدولة العميقة في أمريكا أن توقف هذا الصرع اللي بيمارسه ترامب بجنان، وأيضا هذا التواطؤ الكبير والصهينة العتيقة في بايدن اللي قال ليس شرطا أن تكون يهودي لتصبح صهيوني، هو متصهين حتى سحنته مش إذا في فرصة لتفادي الحرب الكبرى، وإلا ستقع عمليا في أنا باعتقادي عدم الرد السريع هذا بده يتمخض عنه إشي كبير. مثل ماذا؟ قد تكون صفقة، لكن الصفقة لا تستثني الفلسطيني، هي أساس موقف حزب الله وموقف المقاومة كلها حول الفلسطينيين. في كلام جدي أنه ما الذي سيمنع إسرائيل من هدم المسجد الأقصى؟ ما الذي سيمنعه؟ يعني في ناس بسطاء بتمنوها، بس أنا بقول هاي من الكبائر ولا وستكون بحور من الدم، ما بتمشي. سؤال أخير وأتمنى عليك أن تجيب عليه بأقصر جملة ممكنة، ألم يحن بعد الوقت لإعادة النظر بكل منظمة التحرير وبقيادة فتح وبقيادة المنظمة؟ هذا سؤال مركزي، نحن بصدد إعادة الاعتبار للحالة الفلسطينية أن تكون في إطار يعني منظمة تجسد كل يعني تمثيلها لكل الشعب الفلسطيني، وأن تكون أيضا وفقا لقيادة فتح حتى خاضعة للقيادة الجماعية وللنظام الأساسي ولبرنامج سياسي واضح، وأن يكون رقابة لا تستثني أحد. وبالتالي أنا الأوان لسياسة جديدة على ضوء، يعني أقول لك أخ سامي أنا شايف أننا أمام نكبة 48. شكرا جزيلا لك. إن بقينا على شكرا حالنا. جزيلا لك أستاذ عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، شكرا على هذا الحوار، ونأمل أن نجري الحوار المقبل في فلسطين. إلى اللقاء.